عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بغوسيت متاع جاتو ياسر ياسر بنينة بثلاثة بيضات أكاهو، تصلح على الأخر لفطور الصباح وإلا قهيوة العشية وإلا حتى يجيكم شكونة على غفلة. باش نعطيكم كل شيء بالتفاصيل، اقعدوا معايا تابعوا الفيديو للأخر وما تنسيوش تعملوا اشتراك للقناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم آخر جديد، وتعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو، وبيان سور إذا عندكم أي تساؤل ولا حاجة اكتبوا لي في التعليقات وأنا نجاوبكم بإذن الله. ونتعديو توا المكونات متاعنا. دونك بالنسبه لمكونات الجاتو متاعنا، لو كان شفتو باش نستعمل نفس الكيس هكاك، حتى اللي ما عندوش ميزان يجم يعملها فاسيلمون. دونك باش نستعمل زوز كيسين فرينه، عليهم كيس سكر، عليهم نص كيس زيت، زيت قطانيه، نعملو زيت زيتونه خاطر الجاتو يجي رزين بزيت الزيتونه، ونعمل عليهم كيس حليب به باش نستحق زيد شويه فاني، شويه اغوم دو فاني، والا ساشي سكر فانيليا اللي متوفر عندكم، وساشي خميره جاتو. ساشي متاعي فيه 11 غرام، ثلاثة عظمات، وشويه شوكولاته، والا اللي يحب يستعمل الكاكاو يستعمل الكاكاو. ونتعدي توا طريقه التحضير. اول حاجه نفقرو البيضات متاعنا. نحلوهم مع بعضهم شوية، سي بون. تو باش نزيد السكر، بسم الله، وشوية فاني وإلا ساشي سكر فانيليا، بسم الله، تقريبا بوشون. ونعاود نخلطهم بالباهي مع بعضهم. باش نزيد توا الزيت، بسم الله، نصب زيادة الحليب، بسم الله، ونخلطوهم مع بعضهم. نحاولوا ندخلوا المكونات الكل في بعضهم. بعد ما حاولت نحل السكر لو ماكسيموم في الخليط متاعي، تو باش نزيد الفرينه، من المستحسن نصفيها، بسم الله. هذا الكيس الثاني. باش نزيدهم زادة ساشي خميرة جاتو، بسم الله، ونخلطوا كل شيء مع بعضه بالباهي بالباهي. ساي كل شيء خلط مع بعضه بالباهي. توا الشوكولاتة اللي كان باش نذوب الشوكولاتة، انا باش نذوبها على الغاز، تجمو تذوبوها يا اما في بان ماري والا تجمو تدخلوها للميكرووند. بون اون ايفيت ان نستعمل الميكرووند خاطر مش باهي يقولوا، دونك تجمو تستعملوا البان ماري، ذوبوا حسب الرغبه نتاعكم. انا ما نحبش ياسر قوش شوكولاته ظاهر، دونك باش نذوب تقريبا 5 طوابع يزي، وبعديكا انتوما لكم حريه الاختيار. وهكيكا الشوكولاته نتاعي بعد ما ذابت، تو باش نزيدها على الخليط. ونخلط كل شيء مع بعضه. وجبت توا المول هذا، حبيت نطيبها هوني، دونك حطيتها على 20 سنتيمتر. وبعديكا انتوما احرار، يعني تحبوا تصغروها تكبروها، تجمو تختاروا اي مول تحبوا عليه انتوما، شكل مربع ولا شكل دائري كيف ما تحبوا انتوما. وجبت بابي كويسون، نحاول ندخله في وسطها بالباهي، ونحاول نحي التطبيقات الكل، بقل تطبيقه تجي بعديكا في وسط الجاتو. وما يقعد لنا توا كان نصبوا الخليط نتاعنا، بسم الله، وباش ندخلوا الفور على 165 درجة والا 160 درجة كيف ما تحبوا انتوما، ما نفوتوهمش على خاطر احسن حاجة يطيب الجاتو على تمبيراتور تبدا هابطة شوية، هكيكا يطلع بالباهي وينفش بالباهي. دونك تنقلكم بالضبط قداش خليته في الفور. بعد تقريبا ساعة من زمان خرجت الجاتو متاعي، ما شاء الله نلقاها طابت مريقلة. توا واش باش نعمل؟ باش نديمو ليها، نخرجها من المول نتاعها، بسم الله. واش باش نعمل؟ باش نغطيها وهي مازالت سخونة، نخليها تبرد في عقلها، بعديكا نكمل نزينها.
وبعديك جبت الاكستريميتي نتاع المغرفه باش نقب بيها خبزه الجاتو كامله، ما كانش حتى بسكينه ولا اي حاجه مذببه. بعديك ذوبت شويه شوكولاته مع الحليب، لما حاله ما ذوبتش كميه كبيره، هذيك علاش جيتي اوبليجي باش نكمل ندهنها بالمغرفه، سينو نذوبوا اكثر شوكولاته. باش تدهن لكم بالباهي. وبعديك ذوبت شويه شوكولاته بيضه كيف كيف، خلطتها مع شويه حليب وكملت زينت بيها، وزينتها زاده بشويه بيستاش. حاسيلو بون، نعرف اللي التزيين مش حاجه ياسر طياره، هكيك على قد برا. كي ترى لي جاتو الاخرين اللي عملتهم، الحق ما تقولش لي انا هي بيدي اللي عملت الجاتو هذا، مش مشكل. ليسونسييل الحق جاي ياسر ياسر بني، مويلوز رطبه تعمل الكيف. شطه الشوكولاته اللي جات من فوق زادت بنتها على الاخر. هكي كنكون وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى وصفة الفيديو تكون عجبتكم. ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم آخر جديد، وتعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو، وإذا عندكم أي تساؤل بيان سور اكتبوا لي تو نجاوبكم بإذن الله. أتري بيانتو.